شباب وفيديو جديد على قناة ليدو جيمز مع أفضل لعبة عالم مفتوح سباق سيارات الممتعة جدا بنسختها الجديدة نيد فور سبيد موبايل النسخة البيتا الثانية. Alright, Bruce is coming too. The guy that provoked you on my channel and said he'll teach you a lesson. نيد فور سبيد موبايل يعني ما تجيبش اي لعبة تانية سباق سيارات تحطها جنبها، لا انسى نيد فور سبيد هي الافضل. You better watch yourself in the next race. Pull over! Turn your engine on! Hey kid! You're gonna lose tomorrow! The race is over! Hey guys, stay safe! Florent, go! Hide you! يلا بينا ندخل في التفاصيل على طول عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اول حاجة طبعا انت هتسأل عليها وهي مساحة اللعبة هتكون قد ايه. طبعا لازم ضروري جدا تعرف مساحة اللعبة لان دي طبعا نسخة بيتا ما هيش نسخة كاملة. فالنسخة البيتا التانية من لعبة نيد فور سبيد موبايل فهي اتحملها من جوجل بلاي واستكمال الملفات كل ده هيوصل معك لحد 7.5 جيجا ده الكامل. 7.5 جيجا دي المساحة الكلية للعبة. لكن لازم تعرف حاجة مهمة جدا ان اللعبة غير مدعومة في بلدك. يعني اشغل اللعبة ازاي؟ مفيش غير حل واحد بس هو الفي بي ان. اللعبة متوفرة على 4 دول اندونيسيا استراليا كندا المكسيك، فضروري جدا تشغيل الفي بي ان. التحميل هيكون من جوجل بلاي. احنا اتكلمنا قبل كده ازاي تحمل اي لعبة من دولة تانية غير مدعومة في بلدك من جوجل بلاي. لازم تغير سيرفر جوجل بلاي الاول، يعني لازم يكون عندك ايميل تاني مختلف غير الايميل اللي عندك على جوجل بلاي. ده اول حاجة تعملها. وبعد كده بتشغل الفي بي ان. وانت بتفتح الجوجل بلاي بتحول الايميل بتاعك اللي هو التاني بقى على الايميل التاني الجديد. هتلاقي الفي بي ان اشتغل على جوجل بلاي والايميل جوجل بلاي اتحول للدولة اللي انت اخترتها. عندك 4 دول تقدر ان انت تشغل في بي ان عليهم. اقولهم لك تاني: اندونيسيا استراليا كندا المكسيك، دولت ال4 دول. بعد ما تحمل اللعبة خالص بعد بتشغل اللعبة يجي لك استكمال ملفات داخل اللعبة. وانت بتحمل اللعبة كده كل اللعبة خلصت، ده كده انتهت. تبدأ تلعب بقى من انضف الالعاب اللي هي نزلت في سباق السيارات. فكك بقى من العك كله بقى اللي انت شفته في العاب السيارات اللي نزلت الفترة اللي فاتت دي كلها. دي اعتبر نسخة معروفة نيد فور سبيد يا شباب، انت عارفينها كويس جدا. النسخة اللي كانت موجودة على البي سي ولا البلاي ستيشن ولا الكلام ده كله، دي نسخة طبق الاصل من الالعاب اللي انت بتلعبوها على البي سي. دي نيد فور سبيد موبايل. طبعا انا عارف ان في لعبة تانية موجودة على جوجل بلاي اللي هي نيد فور سبيد ليميت، ده حاجة ودي حاجة تانية. دي حاجة تانية مختلفة خالص عن اللعبة اللي انت شايفها على جوجل بلاي. تمام يا شباب؟
دي كانت اخر حاجة شباب بخصوص لعبة نيد فور سبيد موبايل. طبعا رابط اللعبة عشان انت تحمل اللعبة انت اساسا لو انت حولت الاول جوجل بلاي الى اي دولة من الدول اللي هي المدعومة للعبة وعملت بحث عن لعبة نيد فور سبيد اللعبة اساسا هتظهر لك، بس في حالة لو انت فعلا غيرت جوجل بلاي وشغلت الفي بي ان ده لازم، ده ضروري جدا. الرابط كده كده مش هيفيدك باي شيء لو انت مش مشغل في بي ان، فلازم الفي بي ان الاول. فانت لو عملت بحث وكتبت كلمة نيد فور سبيد موبايل بس هتظهر لك اللعبة على طول. وفي النهاية انتظر دعمكم المستمر بعمل الاشتراك في القناة، ولو فيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. اشوفكم على خير وسلام. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?